سكت جماعتهم. كيفاش دولة تحترم نفسها، رئيس جمهورية يحترم نفسه، ما عندوش نطق رسمي، كل مرة يخرج لنا واحد من السكت هذيك ويبدأ يحكي ويفسر في المشروع نتاعو. ما بغيتش الكتاف، هذه مشكلتي أنا. مش كيف هو راه ماكرون ولا يرعش، والله العظيم. ولديكم من المعلومات ما يكفي لتجريم هؤلاء، حتى في بث الإشاعات هذه المغرضة ولهتك الأعراض والمس بأعراض الناس. جمهورية جديدة.